نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر الداعمة لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية مؤتمرا جماهيريا بقرية المعابد في مركز أبنو بمحافظة أسيوط، والذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادة التنفيذية والشعبية بمحافظة أسيوط. وتم خلاله حث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وإعلان دعم الحاضرين لإعادة انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية من أجل استكمال الإنجازات التي بدأها في الفترة الرئاسية الأولى لولايته.